السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباح اللي عنده صباح، ويسعد مساء ليالي عنده مساء. تحية عطرة وجميلة لكل سائقين الشاحنات في العالم، ولكل حدا مهتم بهالمناظر الحلوة أو بحب يتفرج على الشاحنات. عن جد سوسة فظيعة يا جماعة، سوسة فظيعة. يعني هلا أنا طول النهار طلعيني عم بسوق شاحنة، وقت اللي بروح على البيت بحب أتفرج على الشاحنة، طلعيني شغلت التلفزيون وحطيت مقطع شاحنات وصرت أتفرج. لا شعوريا يقولوا لي بابا لك ما شبعت سواقة طول النهار لسه بتجي تتفرج على السيارة على الشاحنات. يا اخي سوسة سوسة. هلا كل واحد له سوسة في الحياة. انا سوستي الشاحنات. في عالم بتلاقي سوستة للطيور، العصافير، الحمام. أنا سوستي الشاحنات. المتابعة في خط مستقيم. مع أنه مصلحة الشاحنات هون بكندا، يعني الشغل شغل الشاحنات هون بكندا مثله مثل أي مصلحة تانية أو شغل تاني. ما في منه إفادة مثل وقت اللي بتكون حر. طول ما بتدفع تكسات وضرائب ودوامك محدود فشغلك وإجرتك ما بيعملوا شيء، مثل أي شغلة بالنسبة هون بكندا. ما مثل عنا مثلا ببلادنا. يعني بتذكر اول ما اشتغلت على الشاحنات، يعني بخمس سنين اشتريت شاحنة بسوريا. هون صار لي خمس سنين مثل ما بقولوا يعني معنى الحديث. هلا فيني اشتري شاحنة بس ما فيني اشتريها كاش مثلا، ما فيها الافادة، او في مصاري بس ما في بركة. ببلادنا ما في مصاري بس في بركة، هون بالعكس في مصاري ما في بركة. هلا هو موضوع للنقاش عم نحكي بشكل عام، انه بسوريا يوم اللي بلشت شغل شاحنات حطيت براسي بدي اشتري شاحنة، ووصلت واشتريت بالاخير. بس كان يعني الشغل غير يا اخي. يعني اذا بدك حمل، يعني اذا عندك شاحنة وبدك تجيب حمال وتشتغل وتقول يلا تحسن، وين من ضربت ايدك
تجيب حمال وتوصلهم، يعني تاخذ وتجيب حمال. هاي هي البركة. اولا عايش في بلدي، بحكي لغة بلدي، بعرف الاماكن والشغل محل ما بدي اخذ حمال اوديهم. اذا حدا قال لي مثلا $100 بقول له لا كتير قليل، يعني بتعرف تفاصله. هون هذا الشيء الوحيد اللي عم خليني اضرب فرين وارجع لورا. يعني اليوم اذا اشتريت شاحنة، من وين بدي اجيب حمال؟ لو لقيت انه اجيب حمال دا يشوفوك غريب البلد، دا يعطوك اجرة على كيفهم. عجب يعطوني اجرة كويسة؟ عجب يعني اول سؤال وقت تشتري شاحنة تسأل حالك، عجب بدي الاقي حمال؟ لقيت حمال لنفرض، عجب بدي يعطوني الاجرة اللي بستاهله؟ مثل ما هلا عم بصير معنا نحن بالشركة، في سائقين، يعني مثلا في سائق كندي حلو، وانا سائق عربي، بتلاقي الكندي عم ياخذ 32 دولار، انا بتلاقيني عم باخذ 27 دولار. هاي اولا. سألته لصاحب الشركة مرة، تعال هون، هذا ليش بياخد 32 دولار؟ بيقول لك صار له عندي 10 سنين أو 7 سنين أو 5 سنين، أنت ما صار لك سنتين ثلاثة عندي. يا أخي طيب إيش الفرق؟ يعني إيش الفرق؟ خيو انساها شغلة الإجرة، انساها. عم بورجيكم وين العنصرية في الموضوع، وين في حمل ما نكبر حكي، وين في حمل وسخ تعا يا محمد وديه، وين في رجعة حقيرة ضيقة صغيرة 80% بدك تضرب الشاحنة او التريلا تعا يا محمد وديه، وين في حمل على البحر طرق سريعة طرق عريضة بتلاقي بعته للتاني لهداك الكندي. يطلع لك واحد بقول لك ايه يا اخي بلدن. اوكي خي، ما انا ما عم بحكي شيء ولا انه، او بطلع لك هلا واحد بقول لك اذا ما عجبك شغل ارجع على بلدك، كمان امرك ما عم بحكي شيء. بس ليش الخيار والفقوس؟ كرمال هيك بتلاقيني ضربت فرين. ضربت فرين مو انه على شر الشاحنة، بتلاقيني ضربت فرين عن الشغل الشاحنة كله. اليوم انا مطالع رخصة قيادة شاحنات هون بكندا، مكلفتني انا وقت اللي طالعتها كلفتني 10,000 دولار. هلا عم بسمع من شباب اصحابنا عم بتكلف 20، عم بتكلف 20,000 دولار. يعني يا اخي حاطط انا كل هالمبلغ مشان اشتغل بمصلحة منيحة، او انه مثل بلادنا قلتلكن اوصل لمرحلة انه اصير اونر اوبريتور، يعني صاحب شاحنة. بكل شيء في عنصرية. ليش؟ لانه ما ببلدك. شيل كندا عزي يا اخي. لنفرض انا بالمانيا ولا بامريكا ولا بالسويد ولا، لك يا اخي لنفرض انا بلبنان. ما بدي اقول لك. يعني مشان ما حدا يعرف انه عم بحكي على كندا او على الشغل في كندا بشكل عام. اليوم انا وقت بكون ابن البلد وعندي شاحنه
وبعرف للشركات كلها وبحسن بجيب حمال. هذاك الوقت الشغل بصير 100%، وبصير في جني وفيك يعني بصير معك مصاري، وبتحسن كل سنتين وثلاثة تشتري شاحنة. على فترة 15-20 سنة بتلاقي عندك 4-5 شاحنات. هذا هو شغل الشاحنات، هذا هو الرزق. عبطلع أنا هون بكندا، بتعرفوا إذا بشتغل 30 سنة بكندا سائق شاحنة ما بتوقع يصير عندي شاحنة. شوفوا لوين. ليش؟ لأنه قلتلكن اليوم أنا ما فيني اشتري شاحنة كاش. يعني هلا أنا ميكانيكي شاحنات مثلا، أروح أشوف لي شاحنة على قد مصراتي يا أخي، شغلة 10,000 دولار قديمة، أجيبها أشتغل لها الموتور، الشنجمان، الدويليف، كله على إيدي، بعدين أطلع أقول يلا على الشغل. هاي اسمي شو؟ اشتريت شاحنة كاش. بس أما إذا بدي أعمل مثل كل هالشاحنات هدول الشايفينهم حوالي، أروح أخذ شاحنة بالتقسيط. وللأسف أغلبية سائقين هدول اللي هلا مبلشين جدد بتلاقي ما عنده خبرة سنة سنتين قيادة الشاحنات، بتلاقي طاق راح اشترى شاحنة ليصير صاحب شاحنة. لك يا معود وين طيحش؟ اليوم وسط الشاحنة 4,000 دولار بالشهر، 3,000، 4,000 خير يا أخي، 3,000. لك يا أخي 2,000 دولار بالشهر وسطها، روح. مع أنه ما فيها يعني اليوم سيارة صغيرة هون بكندا وسطها 1,000، وسطها 2,000 دولار بالشهر، وعندك تأمين وانشورانس، وعندك وعندك وعندك. ما اذا دبرك عدلكن على التصليح والكذا، يعني دا يكون بجيبك من عدا شراء الشاحنة دا يكون حتطلق 15,000 دولار على جنب. على بعد 300 متر الاتجاه نحو اليمين باتجاه الطريق المنحدرة. ايوان وان سكن، خلينا نشوف وين نروح. هذا لانه الجي بي اس تبعي كربج يا حلوته. فمعنى الحديث بدك فت خبز كتير لحتى تشتري شاحنة. قبل كل شيء بدك تكون لغتك 6 مليارات% مو 100% او 1,000,000%، 6 مليارات%. ليش؟ مشان تحسن تحكي مع الشركات وتجيب حمال كويسة، تجيب حمال. عم بزعل على بعض السائقين الجدد اللي عم ياخذوا حمال مكيف على حاله عم بيشتغل، عم يعطوه وين في طريق مكسر مطربش ومطحبش بيعطوه الحمل، وين في طريق طوله 3,000 4,000 كيلو متر بسعر ميت عم ياخذوا. ليش؟ بقول لك علي قسط. لك ما انت اللي ركبت على حالك القسط. لك بلد ما يبلدك تمكن اشتغل، خلي يصير عندك خبرة، خلي لغتك الإنجليزية لك على الأقلية تعرف تحكي. فهذا الفرق بين انك هون بدولة أجنبية عم تشتغل وتكون بدولة عربية عم تشتغل. كنت اطلع حمال
اوضي حمال على العراق على الاردن على بعد 600 متر. كانوا والله العظيم كانوا يشيحوا لي الحلبي. وقت يشوفوا شاحنتي من بعيد اجى الحلبي. ايوه واشتغلنا ومشي حالنا يا اخي. هون ما عم تزبط ما عم تزبط. كل ما بقول هو حطيت لك يفضح كبرتك لك صرعتني ها كروس سكتني. والله بده يدخلني بالحيط لانه صاير يا لطيف حادث. عم بحاول اغير الطريق شمان على بالعجقة. اطلع من على 401 عشان نهرب من هون. مزبوط هذا هو. ايوه نعم فلت لك سكوت بطل لك عم نحكي مع الجماعه. اتجه واتجه لا شوف هلا شلون بدك تضل اتجه على الخرساني. ما حدا ياخد على خاطره او يزعل مني عم بحكي هالحكي. نحن عم ندردش على الطريق اولا. ثانيا طول بالك يعني. والله انا صار لي هلا 4 سنين بسوق هون بكندا شاحنات مثلا 3 سنين 4 سنين تقريبا. يا اخي والله لسه حاسس حالي بكير اشتري شاحنه. عمهل 2 3 لخار. مع العلم يعني صار عندي شوية معلومات إذا اشتريت شاحنة منين بجيب حمال. ما بدي هلا أروح اشتري شاحنة يومه مثل ما قلت لكم وين في حمل معفن يعطوني إياه أوديه، وين في طريق مطربش مكسر أكسر شاحنتي يعطوني أوديه، وين في طريق حلو حمل حلو يعطوني إياه لكندي. ما بدي هالتفرقة وهالهذا ما بدي اياه. مشان هيك مطول بالي شوي عشر الشاحن. واذا اشتريت شاحنة ان شاء الله ما راح اشتغل بكندا، راح تلاقوني طاير على امريكا. تعاقد هنيك مع شركات امريكية بجيب حمال على كندا. ايش عندهم حمال على كندا بجيبه. الله يفضح كبرتك على التقطيع يا ابن ال... شفتوا شلون دخل؟ لا غماز ولا شيء وكسر علي. الله لا يوقعك تحت ايدي. اورجيك شلون المزح بصير. انه واحد يطول باله. الشغل بامريكا احسن بكتير من كندا. في شباب عم تسألني شغل الشاحنات وين احسن هون لا بامريكا. طبعا بامريكا احسن. لسه بالمكسيك احسن واحسن. ليش؟ لأنه عدد سكان كندا 40 مليون، بينما أمريكا 330 مليون. شوفوا شد في فرق. يعني عدد سكان كندا 40 مليون، أمريكا 330 مليون. يعني إذا بكندا في لنفرض 10 شراك شحن
هناك في مليون شركة شحن بالميتة، مليون شركة شحن. يعني اليوم بلد عدد سكانه 330 مليون. هاي شغلة. هون إذا في 10 شركات مثلا لنفرض بيبسي، 10 شركات مثلا بكندا، بأمريكا بتلاقي 1000 شركة بيبسي مثلا. فلذلك بيكون الشغل هناك أحسن. الفرق ما في فرق، لأنه أمريكا وكندا بيعتبروا بلد واحد بالنسبة للشحن وللشغل ولهيك شغلات، يعتبروا حالهم بلد واحد، نفس القوانين، نفس الأنظمة، نفس الشغل، تشتغل تدفع ضرائب، يعني كل شيء مثل بعض. بس بينما هون بكندا، لأقولكم شلون الفرق، هون بكندا عندي 70 ساعة عمل بالأسبوع. يعني سائق الشاحنة له 70 ساعة عمل، 70 ساعة قيادة بالأسبوع. أنا بجي آخر الأسبوع سايق الشاحنة 45، 50 ساعة، انشقت حالة 50 ساعة. يعني لسه في عندي مسمح لي أسوق 20 ساعة زيادة، إيه الشركة ما بتعطيني إياهن. بتعرفوا هالعشرين ساعة شط فيهم؟ يعني 20 ساعة شغل يومين. إذا عبتاخد 30 دولار العشرين ساعة فيهم 600 دولار. شوفوا شط فرقت معي بالجمعة بالأسبوع. يعني إذا عم بحاسب 2000 مثلا بالأسبوع يطلع لي 2600 دولار. إذا عم بحاسب 3 بيطلع لي 3600. شوف الفرق وين. يعني 600 دولار ما يكلمه في التم هال 20 ساعة. إيه بيقول لك وين ده أبعتك؟ خلص كل نهار عم تشتغل 9 ساعات 10 ساعات، أوكي. هاي هون بكندا. بس بأمريكا الشركات ما بتنزلك من على الشاحنة باليوم لتكون سيء أقل شيء، 12-13 ساعة. بينما أنا عم بسوق 9-10 ساعات باليوم، بين هو عم بسوق 13 ساعة، بيني وبينه 4 ساعات. هالأربع ساعات فيهم 100-125 دولار. عالجمع عالاسبوع احسبهم عالسبعة ايام بتلاقي عالطالع اكتر مني 700 دولار بالاسبوع. احسبهم عالشهر عبطلع له زيادة. اذا انا عبطالع 5000 هو عبطالع 8000. عرفتوا وين الفرق؟ هذا الفرق بين الشغل بكندا والشغل بامريكا. بالمكسيك احسن واحسن. ليش؟ لأنه المكسيك مثل سوريا. إذا بدك تشتغل لا تدفع ضرائب ولا بطيخ مبسمر تشتغل. إذا بدك تشتغل، إذا بتشلك ما أنا نحكي على اليوتيوب أو شيء، إذا بدك تشلك شيء تحت الكرسي تبعك بتطالع أجرتك لشهر. بس هون كندا وبأمريكا ما في هالشي. خلاص موظف والله، إذا بتسوق طيارة وإذا بتسوق سيارة اسمك موظف، إلك دوام محدد بدك تقضيه. السبت والأحد عندهم مقدس، ممنوع الشغل، وأغلبية الشرق تلاقيها سكرت سبت وأحد. لك شو خبر خيو؟ ما في. هلا لسا عم بقولوا بده يعملوا الجمعة عطلة رسمية كمان، يعني بده يصير عطلتك. ايه قال عم بتعب الجسم البني ادم، عم بتعب. وعندهم هون البني ادم شغلة ما لازم يتعب. ايه حاج 4 ايام شغل بالاسبوع حاج. لازم الشرك توقف جمعة وسبت واحد. طب شو انا بشتغل 4 ايام بالاسبوع؟
4 أيام يعني بشتغل لي 40 ساعة. 40 ساعة إذا عم باخد 27 دولار، خيو أقول 30 دولار. 40 ساعة عم 30 دولار، شو بيعملوا؟ 1200 دولار بالجمعة، بتكب 300 350 دولار ضرائب، بضل لك 700 800 دولار. لك يا خيو بضل لك 1000، خلصونا بالشهر 4 أسابيع 4000. رجعت اليوم أنا سائق شاحنة ضروب وتراح، ورخصة القيادة تبعي قض الشاحنة، وميكانيكي فني ومعتمد وما بعرف ايش، عم يطلع لي 4000 دولار بالشهر. انا عم بحكي كسائق شركة، ما عم بحكي اونر اوبريتور او سائق صهريج تنكر او شيء، ولا عم بخيس بشغل كندا. بس اليوم انا قلت لكم لو ابن كندا لغتي 1000000%، بعرف الشرك كلياتها من انا وصغير. مثلا بعرف هالشركة فلانية بتشتغل فلان، لازم شاحنات كذا، انه طبعا بصير بعمل لي اقل شيء بالشهر بعمل لي 10000. اقل شيء بالشهر ها بعمل 10000. بس انا اليوم غريب البلد وعم بشتغل شوفير عند الشركة، ولغتي الانجليزية ضعيفة، ف يعني 6 7000 بالشهر منيح كويسات بالنسبة لي. بس ما بضل مستمر بهالشي، قلت لكم ليصير عندي خبرة 6 7 سنين اكيد رح يختلف الشغل. وقت اللي بشتري شاحنة كمان بتختلف اجرتي، بس دا اعرف وين دا اشتغل. حكيت لكم على هذا شاب صاحبي طالع رخصة قيادة الشاحنات من هون، دبرنا له شغل، اشتغل 5 6 شهور، دق لي تليفون قال لي اشتريت تراك، اشترى شاحنة. لح الله لا يوفق. بدل ما اقول له مبروك قلت له الله لا يوفق. لعمش قدك بهيمة، لك ليش اشتريت شاحنة؟ قال لي هيك خيو بدي اشتري شاحنة، لا اطلع بدي اشتغل احسابي. قلت له ايه الله يوفقك، الله لا يخجلك. قال لي ها شايف هالكلام ما احلى؟ قلت له بعرف هالكلام ما احلى، بس بدي الفعل ما احلى. قال يعني ما بدك توفق؟ قلت له يا اخي ايش انا بضرب بالمندل، بس اليوم اذا انا نحسب على الواقع وعمليا يا اخي تصطفل روح ايش بدك اعمل؟ لك كان يسهر معي كل سبت نسهر نلعب برا، بطلت اشوفه. يوم من الايام رحت لعنده على البيت دقيت السلام عليكم وين ابو علي؟ قال قال اسكت يا ابو صلاح ما عم نشوف فتشو. لك ليش؟ قال بروح ما بجي ليوم السبت المساء، بيضل بيرك معنا الاحد الاثنين الصبح او الاحد بالليل بسافر. لك ليش؟ ما شاء الله معناته عم يشتغل ماشي حاله. قالت لي اسكت ينفع ربك. لك ايش في؟ قال يا دوب عم يدفع القسط والتامين والانشورنس. لك شلون هيك؟ قال ايه عم زتوه على امريكا ما بعرف لوين، حمال طويله واجره قليله، ورايح عمك ابو علي ما هو شاري شاحنه موديل مثلا ادم 5 6 سنين، لا شاريها موديل السنه 145 ألف دولار بالشهر 4000 دولار لعينتين. يا هدول قسطه بالشهر 4000. والله عمك ابو علي بعد 4 5 اشهر ابو صلاح بدي ابيع الشاحنه. قلت له ايه ايش بدك؟ قال تعرف حدا؟ قلت له لا نزل على المعرض.
اللي اشتريتها من عنده بيعوا اياها، والله حاصلها وراح ابو علي باع السيارة ب 108,000. اللي دافعن على الشاحنة قصوطه راحوا، ويمكن دفع من جيبه او طلع راسه بعبه ما بعرف. المهم اخدها ب 145، باع ب 108,000، خسر شي 30-35,000. يعني خسر اللي حيطن عليها، خسر الاول دفعه والقصوطه خسرن، ما بعرف اذا خسر كم مره زياده. المهم رجع صار يشتغل شوفير بالشركه، رجع يدور على شغل بالشركه ما حدا يشغله. ايه بدهم الشركات اللي نروح عليها، انا صرت اساعده اروح معه، يقولوا له بدنا خبره 3 سنين، لانه سنه كمان ما حدا بشغله. في شركات مثل هاي الشركه اللي انا عم بشتغل فيها، جبت له صار مليون شوفير، بقول لك بدي خبره 3 سنين. لك ايش 3 سنين؟ مين ده لك اللي عنده خبره 3 سنين ده يجي يشتغل عندك؟ لك ما بيجي بيشتغل عندك. ايه هذا اللي بصير، لا تتسرعوا يا شباب يا جماعة، لا تتسرعوا. كندا جنة، كندا للرفاهية للترفيه، ما إلى الشغل. يعني اللي الله رضيان عليه او متعذب بحياته بجيبه على كندا بيرتاح بينبسط، بيركب افخم سيارة وبيشتري احلى بيت وبشيل احلى تليفون وبلبس احلى لبس، يعني انه متطلبات الحياة بتلاقيه طب كل شيء عنده من احسن ما يكون، بس كله بالتقسيط. هي الحكومة بتقول لك تعال ايش بدك؟ سيارة، بيت، لك ايش بدك؟ اطلب واتمنى بايش تحلم؟ ما بعك تدفع حقه، شد معك تدفع بالشهر؟ كون انت شاري ايش من كنت شاري؟ تحسن تدفع $50 بالشهر؟ بتقول له ايه؟ اوب صار عنده. أنا بنفس الوقت بنقد العالم اللي بتحكي على كندا بنفس الوقت، يعني لك كندا غالية الضرايب التكسات، تلاقي طالع بيشكي وبيبكي. يا أخي أريد الخير لجارك بتلاقيه بدارك، ليش عم تحكي للعالم كندا ما هي كويسة أو كندا كل شي غالي وضرايب وما بعرف إيش؟ ليش هيك عم تحكي؟ قل لهم انك شاري بيت طيب، قل لهم انه سيارتك واقفة برا حقها $50,000-$60,000، لا انت ولا جدك في بلدك بيركب هيك سيارة، قل لهم. ولا شبعت صرت بدك ترفس؟ هذا شعبنا بيجي بقول لك كندا غالية، كندا ضرايب، تدفع ضرايب، تدفع ما بعرف ايش، تدفع بتدفع، ما بضل لك شيء اخر الشهر. يا اخي قل لهم، قل لهم بيتك حقه $1,000,000، قل لهم سيارتك واقفة برا حقها $50,000-$60,000، قل لهم. ولا بس تجي بتقول لهم على الضرايب، بعدها بتدفع شيء من جيبك؟ ما عم يرجعوا لك اخر السنة. الضرايب اللي عم تدفع اللي عم بتسمع فيها انه عم تدفع ضرايب وكندا غاليه، عم يرجعوا لك اياهم اخر السنه على الانكم تاكس. يا اخي ما عم يرجعوا لك، ما عندك اولاد؟
عم يجيك كل شهر راتب من الحكومة لأولادك، هاي إذا أنت عم تشتغل. إذا ما عم تشتغل يجيك راتب إلك ولزوجتك ولأولادك من الحكومة. هدول ليش إنه العالم ليش غفلانة على هالشغلات هاي ما بتحكيها؟ ليش؟ هالدليل إنه ما بريدوا لك الخير. اليوم اللي عم يلحق قنوات اليوتيوب شي يجي على كندا عم يتعلق بقشة مثل غريق، عم يتعلق بقشة شي يوصل لليابسة، عم تجي بتحبطه بتقول له بلد غالية وبلد ضرائب وبلد. ما بعرف، الله يصلحنا احسن شيء ويديم الصحة والعافية. حاصله الأسبوع الجاي عيد الأضحى المبارك اللي راح يوافق ب 28 حزيران 2023 أو 28 جون 28 2023، اللي بيصادف مثل اليوم الأسبوع الجاي يوم الأربعاء إن شاء الله. ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية وتكونوا بأعلى المراتب، وما يكون هالعيد ضيف تقيل على بعض عيالنا وأحبابنا وأصحابنا. بالنسبة بتعرفوا نحن بنحب كرشنا. إن شاء الله الله بيبعت لكل واحد اللي بتمناه، لأنه بعرف أنا أب، بحس بكل أب إنه في غراض عيد، في حلويات وفي لحميات. أهم شيء اللحمة، لأنه عيد اللحمة. ربي يسعدكم جميع وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله لنا فيديوهات تانية، ولا تواخذونا اذا كان حكينا تقيل. دمتم ودامت المحبة. السلام عليكم.